هذا القرار أولى لإلغاء مشروعية الهدف؟ هل هو هدف مشروع أم لا؟ ننتظر كما ينتظر هذا الحكم الشاب الواعد الصاعد، ننتظر كما ينتظر الآخر أن يتم تحليل اللقطة، تمحيص اللقطة وأيضا وضع الخطوط المناسبة للخروج برؤية واضحة للحديث عن الهدف أول رجاء من عدمه. ماذا سيقول؟ الانتظار ننتظر، نترقب عملية هجومية خفيفة سريعة. الجهة اليمنى لفريق الرجاء الرياضي كانت نشيطة جدا بعد الإله مذكور، هنا غادي نشوفوا الانتظار هذه لقطة هدف. الحكم المساعد شرر الراية، قال بأن هنالك تسلل في العملية الهجومية الماضية، لكن من خلال الإعادة ومن خلال المتابعة غرفة الفار كان عندهم حديث مع حكم الساحة. عناصر الرجاء تستعد للاحتفال بالهدف الأول، عناصر فريق اتحاد طنجة وبالضبط الحارس هشام المجد يستعد لتنفيذ كرة تسلل. إذا نترقب كيف ستكون ردة الفعل. هناك اتصال، هناك حديث، هناك ترقب. الحكم إذن يقول بعد معاينة الأمور في غرفة الفار، هدف مشروع لعناصر فريق الرجاء الرياضي 1-0 تنطلق المنافسة. شوفنا لقطة ديال العملية الهجومية ديال خروج الكرة، وبالتالي هدف أول لعناصر فريق الرجاء الرياضي. فرحة إذن من جانب العناصر ديال الفريق الرجاء الرياضي. نشوفوا هنا نفس التمثيل على مستوى التمرير، نشوفوا الطريقة اللي كانت جات من خلال الكرة في اللقطة الماضية، نقصد التمريرة داخل منطقة الجزاء ثم الاستثمار من خلال هذه التصويبة. عملية هجومية منسقة، محمود بن حليب الصعب الخارق على مستوى بناء الكرة، محمود بن حليب يسجل الهدف ويعلن الرجاء متقدمة هنا بمدينة طنجة 1-0 للرجاء على حساب ريال تيتا. من جديد هجمة مرتدة مضادة، محمود بن حليب ينطلق يحاول يدخل بالكرة.